اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. زي ما نوهت لحضراتكم في بداية الحلقة، الاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي والسياسي الكبير، في ضيافة اخر النهار. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون الحمد بخير. الحمد لله، يعني شرف كبير تلبية دعوتنا، وعلى المستوى الشخصي لك وحشة كبيرة منذ الله زمن يخليك. لم نلتقي اعلاميا، يحفظ. وان شاء الله تتكرر كثيرا ان شاء الله. دكتور، أول مرة أحاور حضرتك بعد الحرب الإسرائيلية الجارية الآن في قطاع غزة، ومنذ شرارتها الأولى فيما عرف بطوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. لكن خليني أبدأ مع عنوان مقال أنا قريته لحضرتك، سميته غزة تنتصر وحدها. صحيح. ليه شايف أن غزة بتنتصر؟ ومدلولات كلمة وحدها. يعني طبعا في تعليل بسيط، عنوان المقال غزة وحدها تنتصر. تمام. اتنين، التطور لهذه الإشارة لها مغزى. أنا أتابع تطورات الفلسطينية منذ فترة طويلة جدا، خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة منذ ما أسمي حرب سيف القدس 2021. تمام. في مايو 2021 أهم تطور لمحته، وهو تطور يستطرد ما جرى قبله، أن القضية الفلسطينية عادت إلى يد الفلسطينيين وحده. يعني لم يعد هناك من ادعاء محيط، يعني ادعاء العربي من احنا نحرر فلسطين، انتهى من فترة طويلة جدا. لم يعد هناك حتى، لأنه في مقال لاحق بأنه فلسطين بطبع إيرانية قبل الحرب. ميزت بوضوح بين شيئين، بين انه ايران تدعم حركات مقاومة فلسطينية كحركة الجهاد الاسلامي اساسا، ثم حركة حماس وغيرها، وان القضية تتعلق بالفلسطينيين في الاساس. الملاحظة عندي انه من 2021 على الاقل عادت القضية الفلسطينية الى صباها الاول. ماذا اقصد به؟ صباها الأول يعني الصراع حول فلسطين التاريخية من النهر، من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. ما هي علامات ذلك؟ علامات فلسطين التاريخية، تاريخية، مش فلسطين 4 يونيو 67 ولا 67 و48، من الأول. ليه؟ شارون على سبيل المثال في بداية القرن الجاري هنا خاض آخر معاركه، عملية السور الواقي واتاح الضفة الغربية، قال قولة مهمة جدا. لقد عدنا إلى حرب 1948 مجددا. ليه؟ لأنه جرت تطورات هيكلية إنجاز التعبير في الصراع. أولا، عادت القضية الفلسطينية إلى يد الفلسطينيين وحدهم. مظبوط. اتنين، عدد الفلسطينيين على الأرض التاريخية في فلسطين التاريخية فاق عدد اليهود المجلوبين على أرض فلسطين التاريخية. في مايو الماضي مكتب الإحصاء الفلسطيني قال أنه عدد الفلسطينيين الآن على كل أرض فلسطين 51% من السكان. تمام. لو أنت مددت الخط على استقامته 15-20 سنة مقبلة، ماذا ستكون عليه الصورة؟ ستكون الصورة أن عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية يساوي نحو الثلثين من مجموع السكان. مظبوط. لماذا أتوقع ذلك؟ لسبب بسيط. يعني افترض أنك لست، أو أنا يعني لست مصريا ولا عربيا ولا مسلما ولا مهتم بقضية فلسطين وأراقبها من بعيد. تمام. ما هو الموضوع الفلسطيني؟ الموضوع الفلسطيني عبارة عن ظاهرة استعمار إحلالي، استعمار استيطاني إحلالي، على رأي الجندي اللي بيقول لك احنا جينا نطرد ونحتل ونستوطن. ونطرد ونستوطن. مظبوط. ده تلخيص المشروع. طيب، انت بتطرد السكان الأصليين وبتحل سكان جايبهم معاك، اللي هم اليهود، تحت أوهام ان احنا لسنا دينا، احنا شعب. تمام. احنا أمة مطهرة العرق، وهذا طبعا وهم عظيم جدا. يعني مظبوط. يسوقونهم تحت اوهام التوراه الى فلسطين لكي يحلوا محل السكان الاصليين. صحيح. طيب، امتى ينجح مشروع استيطاني؟
ينجح المشروع الاستيطان. طب ما يبقى هم الاكثريه. اذا نجح في افناء السكان الاصليين صح. او تهميش وجودهم الى حد الحدود الدنيا كما جرى في الامريكتين وفي استراليا. متى يفشل المشروع الاستيطاني؟ حين لا ينجح في افناء السكان الاصليين. الجزائر مثالا، جنوب افريقيا مثالا اخر، مزبوط. وفلسطين مثالا ثالثا. ادرك ان هناك فروق تفصيليه كبيره جدا. لكن في فلسطين لما اجي اتكلم عن انه هو متى كان عدد الفلسطينيين على ارضهم التاريخيه اكبر من عدد اليهود؟ قبل حرب 48، قبل اعلان اسرائيل. مظبوط. كاننا عدنا الى نقطه البدء من جديد. عشان كده قلت الصراع في صباه. عادت الى صباها، القضيه الى صباها الاول. طيب عادت الى صباها الاول الطرف الاخر الاستيطاني ده. نعم. في ديوان شعر نجيب سرور، شاعر المصري الراحل المسرحي والى اخره، بيقول منين اجيب ناس؟ هي دي مأزق المشروع الصهيوني، مأزق المشروع الاستيطاني اللي بيمثله كيان الاحتلال الاسرائيلي الان. ليه مأزقه؟ لانه ما عادش في مخازن يستجلب منها بشر، بشرا مادة بشرية جديدة. اخر مخزن ذي اهمية استجلب منه بشرا كان في اوائل التسعينات هجرة ما يسمى اليهود السوفيت، نحو 1,000,000 شخص اضيفوا كجرعة هائلة لهذا المشروع. مفهوم. طيب هنا ده يفسر لنا حاجات كتير جدا. الفزع من المصير، ليس الفزع من المصير بالضرورة بقراءات دينية تتحدث عن ان الدولة اليهودية اللي هي يهودة والسمرة قعدت 80 سنة وبعدين انقسمت. مش ده، انا بتكلم بعوامل الحاضر. ايه عوامل الحاضر؟ انا خلاص لم اعد قادرا على جلب مادة، لا على طرد السكان الفلسطينيين الذين يتكاثرون، ولا على جلب مادة بشرية بديلة. وفي النهاية هو ناس في المقاطعة ده يمكن يفسر، ده يفسر الترانزفير من جديد. لا، واللي اسرائيل بتعمله دلوقتي انها بتبيد شعب، مش طبعاً بتنتقم من مقاومة. طبعا يعني هي فكرة انها تبيد هذا الشعب، انها تنقل هذا الشعب وتطرده من ارضه. وانت ذكرت في المقدمة امثلة كثيرة جدا. صحيح. ايضا يفسر كيف ان المشروع الصهيوني قد آل الى الاكثر تطرفا، اللي هي الاوهام التوراتية، بعد ان بنته الفئات الاكثر علمانية. بن جوريون مثلا مؤسس المشروع كان ملحدا. صحيح. الى شيمون بيريز كان ملحدا. بن جوريون كان له رأي في حكاية التوراة واوهام التوراة وارض المعاد وكده. قال لك ما دامت مفيدة لا بأس بها، يعني فلنستخدمها ما دامت بتفيد المشروع. المشروع هنا هو ده المأزق التاريخي الذي آل إليه المشروع. وفق هذا المأزق أنا أتصور أن هذا المشروع لن يكمل 100 عام الأولى من عمره على هذا النسق. لن يكمل يعني بحلول 48، بحلول 48 أو قبل 48 سينتهي كمان المشروع. لن يستطيع الإكمال. ليه؟ لأن هذا التغير في المعادلة السكانية، وبالمناسبة ده ليس اختراعا جديدا، يعني أرون سوفير وده أبرز عالم ديموغرافيا إسرائيلي كان يحذر مبكرا منذ السبعينيات من القرن العشرين مما أسماه حروب غرف النوم، اللي هي الإنجاب. في فرق هائل بين معدلات الإنجاب الفلسطيني ومعدلات الإنجاب اليهودي. صح. 2، هذا الفرق أثمر انقلابا في التركيبة السكانية. ثم هذا الانقلاب بتحول التكوين الإسرائيلي أو التجمع الإسرائيلي، لا نقول المجتمع الإسرائيلي، إلى اليمين، أصبح ميالا حتى لغلق النافذة التي فتحها اليمين العلمانيون الإسرائيليون حل الدولتين، بحيث نخلص من العبء السكاني. ده أضف لكده يا دكتور دلوقتي أنه إسرائيل التي كانت جاذبة الآن طاردة. طبعا، ما هو أنت لازم تلاحظ برضو تزايد معدلات الهجرة العكسية. أي. لازم تلاحظ في ضوء العمل الباهر اللي عملته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، كشاف هائل جدا تاريخي، كشف ان هذا التجمع الاسرائيلي ليس مجتمعا، لانه اعداد هائله جدا واخده جنسيتين عشان تبقى جاهزه
تمشي. صح. اعدادها الى جدا واخده بيوت في قبرص واخده 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 اعداد، يعني انت ترانزيت. ثم ان الضربه التي وجهت بعبور المقاومه الفلسطينيه صباح السابع من اكتوبر من ارضها الى ارضها، من ارض المحتله سنه 67 الى الارض المحتله سنه 48. مفهوم. ما قد لا يعلمه كثير من الناس انه سيدروت وغيرها من ما يسمون المستوطنات والاسماء دي كلها هي في الاصل قرى فلسطينيه ازالوا اسمائها الاصليه ثم استوطنوه. طب انا بستوطنها طبقا لعقد. ايه العقد؟ العقد اللي انا بستوطن بيه ان انا هقعد هنا، انت جايبني من اخر الدنيا وانا جاي اقعد هنا. تمام. بس انت هتحميني. سقط هذا الوهم فجاه. العقد كشف. العقد سقط. العقد انفك. صحيح. انفك العقد اللي انا جاي عليه. طب انا دلوقتي بره خارج التكوين الاسرائيلي، فين اليهود اللي ممكن اجيب منهم؟ اهم كتله في امريكا. مظبوط. ولا يعقل ان الستة ست ملايين او اكتر اللي في امريكا هيجوا الى هذا الدمار، خاصه انه كثره الفلسطينيه ليست كثره عدديه على طريقه قولنا العدد في الليمون، لان الشعب الفلسطيني افضل الشعوب العربيه تعليما، افضلها تعليما، وفي نفس الوقت فهو قوة ديناميكية. اثنين، المحنة الفريدة التي مر بها الشعب الفلسطيني خلقته خلقا جديدا، فمقابل الشعب اللي اضطرد 48 ولد خلق شعب جديد. صحيح. ثلاثة، الشعب الفلسطيني ليس فقط على ارضه التاريخية، فيه زي ما فيه فلسطينيون في الارض الفلسطينية، فيه فلسطينيون في الدياسبورة خارج في الشتات. مظبوط. الدياسبورة الفلسطينية أكبر من الدياسبورة اليهودية، عدد الفلسطينيين وحدهم يساوي عدد اليهود في العالم كله. ولو دققنا النظر في المظاهرات التي تخرج داعمة للفلسطينيين في الغرب سنجد أن نواتها في الأساس نواة فلسطينية مهاجرة. صح. سنجد أن مهاجرين فلسطينيين. سنجد مفارقة عجيبة جدا، أن الشعب الفلسطيني هو الذي يكافح والذي يدفع ضرائب الدم، ثم أن الشعب الفلسطيني هو الذي ينتصر للشعب الفلسطيني. فكرة وحدنا. اكتشف الشعب الفلسطيني وهو ليس شعبا هينا ولا محدودا، طبعا كان في مبالغات من نوع مبالغات ياسر عرفات شعب الجبارين وغيره وغيره، هو شعب الجبارين بالفعل. من هنا لما ناخد عينة اسمها غزة من قرب منها شيء. لا بس خليني بس افضل، لان دي اشاره مهمه قوي. عشان قلت غزه وحدها تنتصر. دي مهمه جدا، انه فلسطيني الداخل ينتصرون بصمودهم وفلسطيني الخارج ينتصرون بدعمهم. طبعا. فبالتالي القضيه رجعت لاصحابها. 300,000 اللي مشوا في لندن. واللي ازاح وزيره الداخليه. مظبوط. طبعا دي مفارقات غربيه، وزيره الداخليه دي ابوها كيني اصلا. وامها من موريشيوس. انتوا عارفين طبعا ان سوناك رئيس الحكومه البريطانيه اقال وزيره الداخليه علشان كانت يعني بريفر ماندي، وفي نفس الوقت هي كينيه اصلا، ابوها كيني من اصول كينيه ومن موريشيوس، وراحوا لبريطانيا في ستينيات القرن العشرين كما تقول، ووفرت لها بريطانيا مش عارف ايه وكذا. طيب ايه النفسيه دي؟ النفسيه العنصريه الرهيبه. هذه نفسية العبيد، انت عارف احيانا العبد ممكن يموت دفاعا عن سيده. صحيح. اللي هو بتوحد بالمعتدي بحيث يعتبره مثله الاعلى. مظبوط. ففي النهاية مثلا سوناك نفس الظاهرة، ففي الست في النهاية مرعوبة من ما اسمته مسيرة كراهية، مسيرة الفلسطينيين. فلسطينيين 300,000 دول اللي خرجوا اكيد مش كلهم فلسطينيين، في فلسطينيون وعرب وفي بريطانيون متعاطفين. متعاطفين. ليه قصدت هذه الاشاره؟ قصدت الاشاره ان في هناك بريطانيون متعاطفون. نعم. وفي امريكا في يهود متعاطفون وكذا وكذا. لكن الغرب كغرب في تعبير شعبي كده، ما فيش ما يجيش من الغرب حاجه تسر القلب. صحيح. الغرب كغرب قولا واحدا هو مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. ليه؟ لانه ده تاريخيا. الصهيونيه حركه غربيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، الغرب
الذي يتفاصح ويتحدث وينتفخ غرورا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يوجد كيان أكثر وحشية في التاريخ الإنساني من تاريخ الاستعمار الغربي، سواء كولونيالي أو ما بعد كولونيالي. ثلاثة، إسرائيل بالنسبة لهذا الغرب كما قال بايدن نفسه. احنا نروح بعيد ليه؟ يعني ليه هنروح لوثيقة كامبل بانيرمان سنة 1907 اللي قالت اعملوا حاجة هنا حطوا حد هنا يفصل مشرق العالم العربي عن مغربه، وسنة 1917 يطلع وعد بلفور. وبلفور ده كان معاديا للسامية، معاديا لليهود، كان من يتبنون فكرة ان معدة اوروبا لا تحتمل هذا الكم من اليهود. انت عارف اوروبا كيف عملت، يعني صاحب الوعد هو نفسه معادي للسامية، معادي، وكان رئيسا للوزراء من قبل كان رئيس وزراء وبعدين بقى وزير خارجية. لما كان رئيس وزراء رفض جرعات معينة من استقبال الهجرة اليهودية. بعد كده لما تبنتها بريطانيا، ما احنا عارفين ان وعد بلفور ومشروع اقامة وطن قومي اليهود في الشرق الاوسط هو هدفه مش خدمة اليهود، ده التخلص منهم في اوروبا. بالضبط. النازي هتلر قبل ما يشن الحرب سنة 33 عقدت الحركة الصهيونية بزعامة حييم وايزمان اللي هو بقى اول رئيس لما يسمى دولة اسرائيل. المعترف بقى من الامم المتحدة وقتها. اتفقوا على ان تدفع الحركة الصهيونية تيسيرات وقروضا مالية لنظام هتلر مقابل ان يدوهم اليهود بدل ما يحرقوا. صح. عشان احنا عاوزينهم في مشوار. بعد كده حصل بعد كده التجمع اليهودي ليشوف برعاية الانتداب البريطاني الى اخره، ثم تبنت بريطانيا وفرنسا وقت ان كانت بريطانيا وفرنسا سيدة العالم على تفاوت اقدار، ثم لما انتهت أسطورة بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس في حرب السويس دخلت أمريكا على الخط من أيزنهاور ونظرية ملء الفراغ، ثم بالقرب من 67 مع الخلاف مع عبد الناصر وقطع القمح وغيره بدأ الترتيب ل 67. من الوقت ده صارت عبارة إسرائيل وأمريكا شيء واحد، اسرائيل هي امريكا وامريكا هي اسرائيل. جمال عبد الناصر مثلا كان يردد هذا التعبير دائما. نحن الان لسنا في حاجة لمن يقرئنا هذا التعبير، لقد رأينا في عصر اصبح فيه مدخل الوعي الصورة اللي بتخزق العين مش الكلمة اللي في الودن. صح. الصورة اللي بتنزل لقاع العين، امريكا واسرائيل قطعة واحدة. بايدن في زيارته بعد 7 اكتوبر قال ايه؟ ردد نفس الكلام. ليس شرطا ان تكون يهوديا لكي تصبح صهيوني، وده صحيح. اتنين، وكان دائما يتفاخر بصهيونية رغم انه كاثوليكي مفترض. اتنين، لو لم تكن اسرائيل موجودة لاخترعناها. صحيح. لانها اكبر قاعدة برية لامريكا في العالم، ولو حسبت المصاريف اللي بتصرفها امريكا على قواعدها اللي هي 800 قاعدة حول العالم هتجد ان اسرائيل هي ارخصها واكثرها نفعا، لانه نفس الغرض اللي هو قسمة العالم العربي بين مشرق ومغرب، وبالتالي اعاقة اي محاولة للتنمية او التوحيد في المنطقة. مثالا الوحدة المصرية السورية ليه انفصلت بعد 3 سنوات ونصف السنة؟ لانه مفيش اتصال جغرافي. صح. وبالتالي لما يحصل انقلاب على الوحدة ما تقدرش تردعه. مزبوط. لان انت فين وهم فين. صحيح. وهكذا لما مصر والسعودية في أي تفتيت يحتاج قطيعة أو في وقت معين طرحوا ما يسمى مشروع جسر الملك عبد الله اللي بقى اسمه جسر الملك سليمان وكذا، وقفت إسرائيل ضد هذا الكلام. هي ضد أي تواصل بري، هي مصممة في الأساس على هذا الحد. طيب، هل إسرائيل في سيرتها الصراعية وقت أن كان العرب يدعون جميعا طول الأنظمة تبني القضية الفلسطينية أو فيما بعد بعد أن آلت إلى الفلسطينيين الآن، هل إسرائيل انتصرت دائما؟ لا، انتصرت في 48 وانتصرت في 67. بقت إضاءة حول 67، الأمر معروف أنه الجيش المصري لم يحارب من الأصل. صحيح. في 48 في جيوش من 7 دول عربية حاربت، وسطع الحصري وقتها قال لك في تفسير الهزيمة لأنهم 7 دول مش دولة واحدة، بس مش ده التفسير الصحيح. التفسير الدقيق انه ما اسميناه العصابات الصهيونية وقتها كان جيشها المدرب باسم الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء الغربيين. اتنين، عدد جنوده
كان 65 ألفا مقابل ان السبع دول العربية بعت 32 ألف بنت. فبالمعايير المادية الصلبة كان لابد ان يهزم. صحيح. بعد 67 لم تنتصر اسرائيل في حرب واحدة ابدا. صحيح. لا هي انتصرت في حرب الاستنزاف وهي اطول حروب الصراع العربي الاسرائيلي وقت ان كان عربيا اسرائيليا. ولا انتصرت في حرب اكتوبر 73. ولا انتصرت في غزو لبنان الى نهايته سنة 2000 بخروجها من جنوب لبنان. ولا هي انتصرت في حرب 2006 مع حزب الله. ولا هي انتصرت في حروبها الخمس. مع حماس و... مع غزة. مع غزة. اسمع. فالفكرة الاساسية انه لا ده في نقطة بتصب في الفكرة دي يا دكتور. تراجع في المادة البشرية الممكن مفهوم. توفيرها. انما كمان في تراجع في نصبها من الفخر التاريخي. طيب وعشان اقول حاجة تصب في السيناريو اللي حاجة بتقوله وهو فكرة كمان زوال المشروع قبل مرور مئوية على تأسيسه. انه الاول مره نرى يعني حضرتك قلت انه في كان في حروب قبل كده كان في خمس جولات صراع مع غزه وحماس والجهاد خلال الفترات السابقه. لاول مره نجد بعد طوفان الاقصى في 7 اكتوبر تكالب زعماء العالم على الوصول الى تل ابيب لدعمها فورا. يعني شفنا بايدن بعد ايام هناك، شفنا ماكرون، شفنا سوناك، ما كانوش بيعملوا كده في جولات الصراع اللي فاتت. ليه؟ لان هنا اصبح في تهديد لبقاء اسرائيل او وجود اسرائيل. في 7 اكتوبر 2023 ما جرى في هذا اليوم وفي ساعات الاولى هو حرب تحطيم اصنام. حرب تحطيم اصنام، حرب تحطيم الاصنام التي استقرت وعبدناها او عبدها بعضنا طويلا طويلا طويلا. اهم صنم ان اسرائيل قوة لا تقهر. طبعا هذا الصنم كان قد حطم قبل 50 سنة 73. بس جرت امور معاكسة في 50 سنة فجاء 7 أكتوبر لكي يمسح ما جرى في 50 سنة. إسرائيل هي الأكثر تفوقا تكنولوجيا، هي الأقوى، هي الأكثر تدريبا، نحن نريد أن نستجلب الحماية من إسرائيل. ودي الفكرة الأساسية في جوهر فكرة اتفاقات ما يسمى اتفاقات أبراهام. اللي هي اتفاقات عقدت بين الكيان الاحتلال وبين دول لم تخض مع إسرائيل حربا واحدة ولا بعيدة عن خطوط الدم التاريخية. صحيح. اتنين، الذي جرى كمان انسحب على ما يسمى أجهزة الأمن والقدرة الإسرائيلية على وغزة. دي قد إيه؟ ده 365 كيلو مترا. وكأي بلد في الدنيا وكأي شعب في الدنيا يعيش في ظروف غزة أو لا يعيش فيها، في عدد هائل من العملاء، لأن لكل شعب مقاومه وخونته. وإلا صح. لم يكن شعبا. صح. وإلا جبت لي شوية ملايكة أو جبت لي شوية شرطين. طبعا طبعا. والشعب المصري، الشعب الفلسطيني، أي شعب في الدنيا. لا، وإسرائيل مبدعة في تجنيد العملاء. جميل. والظروف كلها مهيئة. طيب كيف لم يمكن لهذه الإسرائيل أولا أن تواجه ما جرى صباح 7 أكتوبر من التعمية الكاملة التي أجرتها كتائب القسام أو كتائب المقاومة لكافة أجهزة استشعارها، ولكسر الجدار العازل اللي عاملاه اللي هو تكلف $1 مليار وتكنولوجيا متقدمة ومش عارف ايه والقبة الحديدية. ففكرة والقبة الحديدية التي تصمد ضد كل الصواريخ والكذا والكذا، ثم كل الانهيار فكرة فصل غزة عن المجموع الفلسطيني، اللي هي فكرة مش انها بتحب حماس او بتحب فتح، ما ظهرت الامور على الهوا دلوقتي. مظبوط. اذا كانت هي بتكره حماس عشان ضربتها وازالت هيبتها وحطمت صنمها، طيب ايه رايكم في عباس سلطه رام الله؟ ما هي سلطه وديعه وفي تنسيق امني وفي كذا. قال لك لا برضو ما تجيش. ده معناه ايه؟ معناه ان اللي حصل في 7 اكتوبر كمان نسف فكره تجزئه فصل غزه عن الضفه. هما مفصولتان جغرافيا خلقه من يوم ما احتلال في 48، لكن كمان الاتصال السياسي. عباس بصرف النظر عن ان هو واخد الجانب الاخر المتطرف تماما لم يقبل به نتنياهو لانه فلسطيني. ومن هنا الحرب اللي موجوده الان ليست حربا ضد حماس. نعم. هي حرب لإفناء الشعب الفلسطيني الذي يشكل هاجسا مؤرقا لقادة الكيان والحريصين على بقائه.
الى اخر الزمان. والا كيف تفسر سموتريتش مثلا بيتكلم عن انه طلعوا الناس بتوع غزه ده بره لده لراحه الشعب اليهودي، كان العالم كله يجب ان يكون مجندا عشان سياده الشعب اليهودي ينام مرتاح. ففي نفس اليوم او قبلها بيوم الول ستريت جورنال بتطرح تقريرا بيتم تداول اقتراح، هو لو مصر رفضت وهي رفضت فكره التهجير نعمل ايه في اهل غزه دول؟ طب ما تيجوا نقول كل دوله تاخد لها 10,000 كده. مش انتوا خدتوا ناس من سوريا قبل كده؟ مش انتوا خدتوا ناس من افريقيا؟ مش انتوا خدتوا ناس من نزاعات؟ نوزع كل شوي. لماذا هذا الهاجس يتصدر؟ هذا الهاجس يتصدر لان غزه في التفكير الاسرائيلي وتفكير كيان الاحتلال الاسرائيلي لها ثأر قديم مع كيان الاحتلال، وهم لا يريدون غزة تحديدا، غزة تحديدا من كل الشعب الفلسطيني أكثر من أي منطقة أخرى في الشعب الفلسطيني. لأنه اللي حصل مع التطور اللي قلت عليه إن أقسام الشعب الفلسطيني في الضفة وفي الأرض المحتلة 48 ثم في غزة، ده الشعب ده أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، كان كل واحد ماشي في طريق. اللي حصل في 7 أكتوبر وقبلها الحقيقة بسنوات ان من حول القدس ومن حول المسجد الاقصى ومن حول قيامة القدس توحد الشعب الفلسطيني من جديد على المستوى الشعبي، اوضاع الفصائل كما نعرف انقسامات بلا نهاية، انما على المستوى الشعبي توحد. غزة التي كانوا يريدون عزلها عن بقية القضية الفلسطينية اصبحت هي عنوان القضية الفلسطينية، هي قدس الجديدة في الضمير الفلسطيني. صحيح. دمها الذي يسيل الآن بركة دم الفلسطيني في غزة يعني أزالت الغشاوات عن الأبصار. طبعا من زاوية قريبة في مأساة، طبعا من زاوية طبعا قريبة طبعا في هدم بس كامل، كل نصر له ثمن من منظور تاريخي باعتبار ان هذه القضية عمرها 100 من اول 1917 لو حبينا و 100 سنة او كده ومرشحة للامتداد كمان 20 سنة. انت ذات قضية ذات مدى تاريخي. طب غزة كانت عند ذات مدى تاريخي في التفكير الصهيوني بهذا الشكل، رغبة في افنائها. يعني مثلا انا مش هرجع للتاريخ، حي موازمن لما جه زار مصر من 100 سنة كان بيقترح ان سيناء تبقى صح مكانا مفضلا للمشروع الصهيوني وفي رعاية الاحتلال البريطاني، ثم رفضوا وقال لك نروح فلسطين عشان الاساطير والتوراه وارض المعاد والمش عارف ايه وكده، وقبل كده كان مطروحه اوغندا. طيب بعد 67 واحتلال سيناء وغزه والضفه وكذا، ايه اللي حصل في غزه بالذات؟ سنه 1971 كما كشفت البي بي سي، مش احنا، البي بي سي كشفت وثائق ما بين الخارجيه البريطانيه وما بين الحكومه الاسرائيليه تدور حول غزه. كان مسؤول التواصل شيمون بيريز اللي هو رئيس اسرائيل، كان اسرائيل السابق ومؤسس المشروع النووي والى اخره، وملحد بالمناسبه يعني على شعر. بيقول فيه ايه؟ بيطرح شيمون بيريز على الخارجيه البريطانيه، لان بريطانيا بينظر اليها للان كصندوق خبرات، يعني المحتل القديم المزمن في صح المنطقه. فكرة الاستاذ والملهم ان احنا فرق تسد والى اخره كل هذه الاساليب. فقال له احنا عاوزين نخلص من غزه. قال له تخلصوا من غزه ليه؟ قال له وقتها كان غزه مش 2 مليون ونصف ونصف المليون تقريبا الان، كانت 250 الف فقط. قال له هي كيان مشتعل، لانهم اصلا غزه 70% من سكانها قادمون من عمق الاراضي الفلسطينيه، فهي تقريبا خزانة القضية الفلسطينية، عذاب القضية الفلسطينية على مدى أجيال مختزن في الصدور مش في صورة مفاتيح تعلق في الرقبة. نعم. قال له احنا عاوزين ننقل دول. قال له بس القانون الدولي، انت عارف البريطانيين يعني يحب يبدو في صورة المستعمر الشريف، يعني برضو لما جم سرقوا مصر في الحرب العالمية الثانية وبتاع قال لك يا اخوانا الحرب انتهت واحنا مدينين لكم بكذا، احنا خدنا سكه حديد بتاعتكم وخدنا ناسكم وخدنا ناس تعبانه، احنا نقدر ان انتوا تستحقوا منا كده فخدوا الورقه دي مننا على انها سندات ماشي.
وبعد كده اللي جرى ده وش الضيف. صحيح. فقالوا لهم بس هتبرروها في القانون الدولي ازاي؟ القانون الدولي بيقول ان المحتل غير مخول بانه يغير لا في الطبيعه السكانيه ولا في الطبيعه الجغرافيه ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، مداولات من هذا النوع. ده سنه كام؟ 1971. كان عاوزين يودوهم فين؟ عاوزين يودوهم العريش. ايه الشقق اللي كانوا عاوزين يودوها لهم؟ قال شيمون بالريس بالنص ان في شقق سابها الجيش المصري لما ساب سينا في العريش. واحنا عاوزين نستثمر هذه الشقق. تشير الوثيقه الى انه جرى نقل بالفعل عدد من العائلات. عد دي. بعد كده يجي واحد زي جيورا ايلاند اللي هو صاحب المشروع الشهير الاكثر تفصيلا لفكره غزه الكبرى اللي هو نقل غزه للسينا، اللي هي انت يا مصر تدي لنا 720 كيلومترا من اراضيكي واحنا نديكي من نقب 720 كيلومترا مقابله، ونعمل غزه ونخلص من غزه نوسعها ويبقى ده حل القضيه الفلسطينيه. اما الضفه الغربيه دي في روح الوطن البديل بتاع الاردن. صدرت دراسته سنه 2009، وطبعا بصرف النظر عن الموقف المعروف من الحكم الذي كان قائما، المؤكد ان مبارك رفض رفضا باتا هذا المشروع حين عرضه عليه الامريكيون او باراك اوباما بالذات. صدر المشروع ده عن ايه؟ عن حاجه اسمها مركز السادات بيجن في اسرائيل. شوف العناوين الصداقه. اتنين، لما اضافه لعشرات المشروعات التي تطرح الى اليوم والتي تقال جهارا نهارا الان، عاوزين نخلص من غزه. جورا ايلاند ده نفسه اللي هو كان مسؤول وحده الابحاث في الجيش الاسرائيلي وكان رئيس مجلس ما يسمى مجلس الامن القومي الاسرائيلي، ظهر على القناه 12 الاسرائيليه، دي احد القنوات الاسرائيليه، قبل ايام قال ايه؟ قال لا، ليس في غزه اناس ابرياء، المشكله ليست في حماس، المشكله في كل اهل غزه. ثم صعد بالوصف الى ان قال ان غزه دوله نازيه ما دامت قائمه. غزه هي اللي نازيه. نازيه، يعني هي شوف التلاعب الفظ بالالفاظ المجاني الفج بالالفاظ. غزه دوله نازيه وما دامت قائمه فلن تبقى اسرائيل، لن تطمئن اسرائيل على مستقبلها. بس هي في دي عندهم حق. هي دي، فده جوهر ومقطع النزاع. مفهوم. الذي يفسر لماذا اولا يحرصون على اجراء ترانزفير تاني على طريق 48 عشان الهاجس السكاني غروب غرف النوم، لماذا يصرون على ان هم ينهوا يفنوا غزه، دي اباده جماعيه للبشر والحجر. نعم. والكلام عن انه احنا عملنا غزه ورحنا في شمال غزة وهدمنا المستشفيات وهدمنا 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 لكي لا تعود قابلة للحياة، هي تعود قابلة للحياة حقيقة، لأنه هذا البشر الفريد الذي قد منه هؤلاء المقاومون. لاحظ يا إخوانا في التاريخ الفلسطيني في موجتين من حركات المقاومة من سنة 1957. فتح كانت وقتا ما في وقت ما في قلب الصورة. صح. الحركة الرئيسية. أين ولدت فتح؟ ولدت في غزة. أزيدك من الشعر بيتا لكي نفض النزاع اللي بيدور في الأذهان كلما ذكر اسم حماس. 11 من 12 من مؤسسي حركة فتح التي أطلقت رصاصتها الأولى، أسست سنة 1957 وأطلقت رصاصتها الأولى في 1 يناير 1965 كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. 11 فرد من 12، منهم عرفات طبعا وأبو جهاد وكده. الوحيد من مؤسسي حماس كانوا مؤسسي فتح. طيب جماعة الإخوان عملت معهم أيامها إيه؟ فصلتهم. ليه فصلتهم؟ لأنه جماعة الإخوان تاريخيا سواء جماعة في مصر طبعا ومتصلة بفلسطين مباشرة طبعا كانت ضد المقاومة المسلحة الإسرائيلية. أمال كانت مع المقاومة المسلحة لمين؟ لعبد الناصر. يعني كانت في الجانب العكسي. ظل هذا الموقف حتى متى؟
حتى 1987 وجماعة الإخوان الفلسطينية ضد المقاومة المسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. مظبوط. ده أول ما نشأت حماس. نشأت قبلها الجهاد في 1981 من خارج الإخوان ومتأثرة بثورة الخميني الإيراني. طيب أنا عشان وقتي خلص يا دكتور أقول كلمة واحدة بس. فضل. كلمة واحدة بس يا دكتور. الفكرة هنا اللي عاوز أقوله في إشارة لهذه النقطة، فتح لما نشأت السلطات المصرية قبلتها بتحفظ على هذه الخلفية، وفضل هذا التحفظ لما بعد 67. مظبوط. بعد كده حولتها لفرقة في الجيش المصري وقدمت لها كل الدعم، فانفتحت فتح بقت حركة شاملة ودخلتها تيارات يسارية وتيارات وكذا. حماس ليست بالضرورة مؤهلة لهذا التحول. مظبوط. لكن علينا أن نعي أنه في حروب التحرير الوطني لا توجد تفرقة على أساس المذاهب الفكرية، يعني مش قال ان ده كذا وده كذا، في تفرقة وحيدة في أزمان حروب التحرير الوطني خاصة من احتلال استيطاني غاية في الشراسة من النوع الذي تعرض له فلسطين. التفرقة هي بين المقاوم والمساوم، مش انت ليه. والتيارات الإسلامية عموما، ودي ملاحظة على الماشي بضيفها في الآخر للذي يقرأ التاريخ المنطقة، تبدي أثرا إيجابيا عظيما في زمن حروب التحرير الوطني، ثم تبدي أثرا سلبيا فادحا حين ينتقل الوضع من الحرب إلى السياسة. لا ليه؟ لأنها في كلا الأمرين مدفوعة بنظرة واحدة. نظرة إيه؟ هي حراسة البيضة أو الموروث أو كذا. فحراسة البيضة والموروث والثغر تفجر طاقة إيجابية جدا، طاقة الاستشهاد وطاقة كذا في الحروب مع اللي جاي يحتلنا من بره ده، وكمان اللي جاي يغير لنا من جوه في الأنساق التغيير الاقتصادي أو الاجتماعي أو 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 نقف ضده. هي دي المفارقة في تاريخ التيارات الإسلامية. أحسن. فمن هنا حماس ما دامت ملتزمة بكونها حركة مقاومة فلسطينية فلها كل التأييد. نعم. مطلقا. إذا اشتغلت حماس كما اشتغلت أحيانا بأخطاء بشؤون الآخرين بشؤون النظم أو كذا أو كذا، فأكيد بتقع في أخطاء فادحة في التقدير والسلوك. وأذكر أنني أيام الرئيس مرسي رحمه الله كتبت مقالا اسمه تحذير لحركة حماس، قلت هذا الالتصاق بحركة الإخوان سوف يسيء إلى القضية الفلسطينية في مصر. ليه؟ لأن الإخوان، جماعة الإخوان التي كانت حاكمة مكروهة من أغلب المصريين، سوف يمتد هذه الكراهية إليكم. صحيح. كممثلين للشعب الفلسطيني بالتصاق. والحقيقة أن القضية الفلسطينية وقتها خسرت. بالضبط. بسبب حماس في الشارع بقت. صحيح. واحد يقول لك احنا مالنا مال فلسطين، يعني صارت أوهام من هذا. لأن وجهتها كانت حماس. بينما ساعت. اللي يقول لك احنا مالنا مال فلسطين، قل له لو قلت فلسطين لازم تقول انت مالك ومال مصر. ده تاريخ. الله عليك. وجغرافيا. اخرج من مصر او خطها في جيبك سرها وروح دور لك على مكان تاني لو بتكلم بهذه اللهجه. دايما بسعد وبنستفيد من حضرتك يا دكتور عبد الحليم، والحديث بقيا لغايه الاسبوع القادم ان شاء الله على خير. إن شاء الله. شكرا جزيلا.